أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. عاد اليوم نائب رئيس الجمهورية رئيس الحكومة خالد بحاح إلى العاصمة عدن رفقة بعض وزرائه، وقالت مصادر مطلعة إن عودة الحكومة هذه المرة ستكون نهائية، وأنها ستباشر أعمالها من العاصمة عدن. وتعاني عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى حالة من الاختلال الأمني الكبير، لا سيما مع كثرة الاغتيالات التي تطال قادة عسكريين وأمنيين. فاليوم نجا مدير البحث الجنائي بالمنصورة من محاولة اغتيال، وخلال اليومين الماضيين نفذت ثلاث عمليات اغتيال في عدن. أما في لحج فتقول الأنباء إن عناصر تابعة للقاعدة تسيطر على الحوطة عاصمة المحافظة. فلتان أمني خطير تتعرض له المناطق المحررة، يقول مراقبون إنه يهدد مشروع استعادة الدولة ويعيق استكمال تحرير بقية المحافظات من الانقلابيين، وإن الحكومة إذا لم تشرع بخطة أمنية صارمة وتفعل حظر حمل السلاح على المدنيين والجماعات المتطرفة فإنها تعرض مشروع الدولة للخطر، خاصة في ظل تواجد جميع وزرائها في العاصمة عدن. تحديات خطيرة ينتظر اليمنيون القيام بها من الحكومة، هذا خلاف الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين الذي يتطلب تحسين الخدمات وتوفير السلع الأساسية. إذن معركة فاصلة تضع الحكومة أمام اختبار صعب، إما النجاح في المناطق المحررة واستكمال مشروع استعادة الدولة، أو الدخول في دوامة جديدة والانزلاق إلى طريق مجهول. أعزائنا المشاهدين، تساؤلات ومحاور سنلقي عليها الضوء هذه الليلة في المساء اليمني مع ضيفي هنا في الاستوديو، وسينضم معنا عبر الهاتف لاحقا الأستاذ راجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذلك من عدن الناشطة الحقوقية الأستاذة إشراق المقطري. فأهلا بكم، وقبل ذلك مشاهدينا نذهب لمتابعة هذا التقرير. رئيس الحكومة خالد بحاح وأعضاء حكومته مجددا في عدن، هذه المرة ليس لزيارة مؤقتة بل للاستقرار وممارسة المهام من هناك والتأسيس لمرحلة جديدة بعد انقضاء أسباب بقاء الحكومة ورئيسها خارج البلاد. ملفات كثيرة ومعقدة ليست بانتظار الحكومة، وإنما تظهر أمام وجهها تعيقها عن النظر والحركة. فالأمن في العاصمة عدن لم يستتب بعد، ومسلسل الاغتيالات يسير بوتيرة عالية على مرأى ومسمع من القيادات الأمنية للعاصمة، فكيف ستباشر الحكومة مهامها وبماذا ستبدأ؟ هل بمعالجة الملف الأمني المعقد في عدن، أم بتداعيات الأنباء عن سيطرة مسلح القاعدة على حوطة لحج، أم في أبين التي تحاول الجماعات المتطرفة السيطرة عليها بالتزامن مع محاولات الحوثيين العودة إليها مجددا؟ تعز الملف الأكثر أهمية في معركة استعادة الدولة وتأمين عدن، أين هو موقعها من الإعراب ومن أجندة الحكومة غير الواضحة حتى اللحظة؟ المواطنون في المناطق المحررة أيضا ينتظرون من الحكومة العمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات الأساسية. في غمرة الأحداث المريبة يحاول المراقبون التعرف على الأيادي الخفية التي تعبث بالأمن في عدن، حيث يراها إعلامي الشرعية عناصر تابعة لتنظيم القاعدة المرتبط بالمخلوع صالح، باعتباره وميليشيا الحوثي المستفيدين من عدم استقرار الأوضاع في المناطق المحررة. غير أن مراقبين يحملون الحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن ضبط الأمن، لا سيما في ظل الدعم العسكري واللوجستي الكبير من قبل دول التحالف. لا كل مواطنين. ملفات جسيمة وصعبة، لكنها وبحسب مراقبين دون التقدم في حلها وإنجازها فإن الحكومة تعرض وجودها وشرعيتها للخطر، فكل تلك الألغام تحيط بالمعاشيق من جميع الجهات، والحكومة أمام اختبار صعب، إما أن تكون أو لا تكون. عودة إليكم مشاهدينا الكرام. دكتور عبد الباقي، يعني برأيك في ظل هذه الظروف الأمنية المعقدة التي ذكرت أغلبها في التقرير، ما هي قراءتك لعودة الحكومة إلى عدن؟ طبعا أولا هي ليست معقدة، عندما العودة طبعا إيجابية ونتمنى أن تكون نهائية، لأن والمسألة ليس في العودة، نحن عندما يتوجب أن نناقش الوضع اليمني في هذا التوقيت
وما هي الخطوات، لا ينبغي أن نلتقي في ما يسمى، يعني هناك في الغرب ما يسموها بيوت حرب، بيوت إدارة الصراع، في البنتاجون، في البيت الأبيض، هناك ما يسمى بيوت. نحن بإذن في اليمن عندنا مقيل إدارة الحرب، مقيل إدارة الصراع. نحن ليس بحاجة إلى مقيل إدارة الصراع، نحن بحاجة إلى استراتيجيات. الوضع اليمني الآن لم يعد شان محلي، وهذا خطير للغاية. عندما نحن نستعيد الدولة من قبل انقلابيين، هناك استعادة، هذا الجانب الوطني. هذه الاستعادة لديها 9 من المداخل القصدية، اللي هي سياسية، عسكرية، إنسانية، تنموية، إعلامية، تعبوية، حقوقية، انتهاكات، استعابة الحياة اليومية، إملاء الفراغات الأمنية نتحدث عليها. هذه أشياء لا نتعامل معها نحن ردة فعل. عندي خلل في الأمن السياسي والأمن القومي ناتج عن هناك معلومات، هناك الجهاز كلا هو لا، هناك شلل عليه، سرعة تفعيل الاستخبارات، حكاية القاعدة ما قاعدة، هذا ما يسمى صناعة الإرهاب. صناعته لو احنا نبهناها في حوالي 10 مقابلات أو 15 مقابلة من بلقيس، نتحدث عن تحدي الفراغات الأمنية، وأن المخلوع صالح سيلعب على الفراغات الأمنية لأنه يستدعي التجربة العراقية في بغداد من حيث الترجيرات، وبالتالي الفراغ الأمني تحدي أيضا. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني بعدين ندخل في التفاصيل، عندنا أيضا الاستراتيجية الإقليمية، بمعنى أن هناك صراعا إقليميا لم يعد كيفية مواجهة واستعادة الدولة له خطوط وطنية وخطوط، هناك استراتيجية إقليمية. هذه الاستراتيجية، هناك صراع إقليمي على اليمن، ينبغي أن تكون لنا استراتيجية لكيفية مواجهة تلك الاستراتيجية. ثم عندنا استراتيجيتين دوليتين، استراتيجية الدول الكبرى التي هي تتواءم وتلتقي مع الخط الإيراني من حيث يعني ما يسمى جذب الدول العربية إلى ما قبل ساكس بيكو، نحو الدول ذات الهوايات الأولية القبلية والطائفية والقومية وإلى آخره، وفدرلتها ليس على الشاكلة الغربية، ولكن تكون فدرلة تعيد إنتاج الجماعات، لا تؤدي إلى اكتمال الجماعات كما هو في أمريكا وألمانيا. هناك هوية أمريكية، هناك هوية ألمانية لفدراليات، لا، يريدون منا أن نكون كما هو الحال اللبناني، يعني الحكومة من مكان ورئيس الجمهورية من مكان، وكل شخص له من الكعكة شيء. وبالتالي هنا استراتيجية الدولية، وهذه الآن وضحت حتى مع يعني مع ما كتبت كلينتون حول صناعة داعش الأمريكي بهدف تقسيم الشرق الأوسط، إضافة إلى رؤية برنارد لويس. ثم تأتي لدينا الأمم المتحدة، لأن الغرب عندما خطط هذا نقل ملفات سوريا إلى مجلس الأمن، نقل ملف اليمن إلى مجلس الأمن، بالتالي تصبح أنت هنا لم تعد شان محل. اليمن راحت لمجلس الأمن بعد تفجير العرضي، راحت نحو الباب السابع، وبالتالي أصبح صناعة القرار الداخلي والذين يتباكون على السيادة والذين يتحدثون أن فرطنا للسيادة هم الذين قاموا بتلك العمليات، وهم من ساعدوا على نقل الملف اليمني إلى مجلس الأمن. وبالتالي هناك في مجلس الأمن دول دائمة العضوية لديها مصالح، وروسيا الآن تلعب الدور وتطرح حلول. كيف لك أن تدير معركة من الداخل؟ معركة من الداخل، وبالتالي هذه المعركة الداخلية لها 9 مداخل، ما يسمى مداخل قصدية، بمعنى قصدي يعني لك رؤية، يعني أن لك خطة، معنى قصدي أنت مدرك لهذا، ولديك المعطى الخارجي الإيراني الصراع الإقليمي، ولديك المعطى الدولي على 2، المصالح الغربية في شكلها الإمبريالي اللي سيطر على المكان، والمصلحة الأمم المتحدة كفضاء لديه صراع. إذن هذه لو سمحت، هذه أولاً نحن لا نتحدث بتنظير، هذا هو واقعنا، لذلك نحن مشلولين. سأعود بس فكرة الحكومة والعودة، نحن حتى عودة الحكومة كنا قبل مقابلتين أتحدث عن ماذا؟ أتحدث عن حكومة بالتجزية، أنا الآن أتحدث عن حكومة تاجر شنطة. نحن عبارة عن مجموعة وزارات تجار شنطة، كل واحد معه شنطته وعنده بضاعته يبيعها للزبائن حسب الظروف، وهذا نحن مش بحاجة لهذا. نحن يعني هناك فجوة حصلت مع خروج الحكومة للرياض، حصلت فجوة، هناك شخص يمارس الحياة في الحياة اليومية ويدير الأمن ويسيطر، وهناك حكومة شرعية ولكنها بحاجة إلى تجسيد، ليس دلالياً دستورياً، تجسيد أيضاً
يمنح المواطن الثقة بها، ولذلك نحن مخذولين من تعييناتها التي لا تؤدي بنا إلى التفاؤل، تعيينات الحكومة. نحن مخذولين من حيث أنها ليس لها مواقف من حيث الوحدة، من حيث العلم اليمني، من حيث الصراع بين الرئيس والنائب. نحن في مرحلة المواطن أثناء ما يسمى يكون وضع رخو، تجي له أسئلة، تأتي له أسئلة خوف من المستقبل، يجب أن توفر إجابات للمواطن حتى يثق بك. بالتالي علينا أن نتحرك ليس بشكل، وأقولها للمرة العشرين، يقول عبد الرب منصور هادي، لا نتحرك كما تحركنا بال555 وتوصلنا إلى احتلال صنعاء. نتحرك حكومة لا نحتاج إلى وزير يسافر لي إلى دبي وإلى قطر وهو معه شنطته، بحاجة إلى وزارة بكامل عد اسمها كابن، كابن عند طقم، والطاقم هنا يعني التنوع المتكامل، بمعنى أنه أنا أجد فريق عمل، فريق اقتصادي، فريق. حتى الآن أنت تدير معركة ولا تستطيع حسم الحديث عن الوحدة اليمنية أو الفيدرالية، الحديث عن، حتى ينبغي أن تكون لك إجابات بهذه العودة دكتور. يعني هل نستطيع القول بأن الحكومة بعودتها أصبحت قادرة على تحدي المواجهات التي تنتظرها، يعني وأيضا القيام بمهامها على أكمل وجه؟ دائما معي تشبيه، يعني واحد يكون عنده ضعيف نظر وعنده سوء تغذية ويدخل سباق الماراثون، يعني النتيجة واضحة. بالتالي نحن مش بحاجة إلى عودة للعودة، عودة دون استراتيجية يعني واضحة كيف تدير ملفات. يعني الملف الأمني تحدي خطير ومعروف، يعني لا يحتاج، نحن كنا زمان نقول لهم أنه الحوثيين على حزب الله في اليمن، قالوا أنت تتغالون. نقول لهم أنه الفراغ الأمني لعبة صالح مكشوفة، لعبته لا يعني الإنسان المراقب للأحداث في بغداد لعبته مكشوفة ولعبة إيران مكشوفة، هو جلد يعني ما يسمى ب رفع منسوب الاحتقان والثأر بين السنة والشيعة. وكيف يمكن نغذيها؟ بعملين، بعمليات لا عقلانية. والفراغ الأمني صالح، شوفي فهم اللعبة هذا صالح بعد أحداث سبتمبر. كان الهدف أوروبا، إيش تعمل أوروبا؟ كان لو تلاحظي لما كان مشروع الشرق الأوسط الديمقراطية الديمقراطية الديمقراطية، جاءت لعبة ماذا؟ بعد أحداث سبتمبر أصبح الهم الغربي الإرهاب وليس الديمقراطية. فهموها الرؤساء العرب وبدأوا في مصر يفجرون السياح، بدأوا يغضوا الطرف عن تبادل السنين للسلطة، بدأوا يغضوا الطرف عن ما يسمى توطين الديمقراطية في البلدان الدكتاتورية. بالتالي هذا الرجل فهم لعبة الإرهاب واشتغل عليها واستفاد في علاقته، وهذا معروف. يعني الإنسان البسيط، ضع استراتيجية أمنية لإملاء الفراغات الأمنية وهي معروفة، وهناك مراكز دراسات، وهناك في دول التحالف ديها مراكز أمنية تستطيع أن تضع لك خطة كيف يمكن لك أن تملى الفراغ الأمني. في حاجة اسمها أيضا اللي هي خطيرة، إعادة ثقة المواطن بالسلطة، لأن هناك فجوة، هذه خطيرة لما تكون حكومة ما يشعر بهاش. أنا كمواطن لا أشعر ببحاح ولا أشعر بوزير مش عارف مين ولا أشعر بالرئيس. تتوقع أنه يعني سيتم الشعور بهم في حال في حال ما اشتغلوا ككبن، بمعنى أنك تشتغل. شوفي الرئيس الأمريكي عندما يجري لا يجري تلقائيا، عنده كم خبير. يعني عندما نعمل في السياسة لا نعمل كما قلت في بيوت المقيل، نعمل استراتيجيات. يعني الآن السعودية استفادت من الغرب في الناطق الإعلامي العسكري، في محاكاة في التلفزيون، في إيضاح الإجابات، هذا نوع من، لماذا لا نستفيد نحن أيضا في إدارة معركتنا أيضا كما قلت. بالتالي إذا لم نعيد ثقة المواطن بالرئيس وبالحكومة بالكابينت، يعني أنك تلاحظ عندك كبير، يعني حكومة متكاملة مش عبارة عن أشخاص، ولا نسمع عن هؤلاء الأشخاص تعيينات تعطينا إحباطات. يعني وقلنا أكبر خطر، ونحن سنتحدث مع الوقت، أكبر خطر يواجه هذه الدولة منذ قيام سبتمبر وبعد الوحدة هو المقاسمة والمناصصة والبعد الكفاءات. قلنا أكبر خطر ارتكبناه في الحوار عندما مثلنا الجماعات ولم نستوعب البقية، أكبر خطر عندما أصبح الحديث قبل انفجار الحقل كم في وزير من أب، كم في وزير من تعز، كم في وزير من عدن، وهذه أيضا ضرب الدولة. نحن الآن نقول للرئيس لسنا بحاجة أن تمثل الجماعات من عدن وأبين وحضرموت، ضع لنا أشخاص نثق بهم يقودنا تكنوقراط، وبالتالي هذه التكنوقراط لا تقوم بقرارات مناصفة للناصرين 5، للإصلاح 4، للاشتراك 2. نحن بحاجة إلى استراتيجية وتكنوقراط قادر على العمل وفريق حكومي متكامل مع بحاح
موجود وليس شخصيات تطلع لي في التلفزيون معه تاجر شنطة ينقل لي بضاعته حسب الاحتياجات وحجم الشنطة. طيب دكتور، يعني برأيك ما هي دلالة هذه العودة؟ هل سيكون لها أثر على صعيد تحقيق الانتصار بالنسبة للمقاومة؟ طبعا إذا كان العودة هذه من إطار رؤية، شوفي الآن هناك نجاح كبير حققته السلطة الشرعية من حيث أنها بيّنت، رغم أنه تلاحظي أنه الغرب لا يميل إلى إظهار وإبراز الانتهاكات وإلى أن هناك خلل في توصيف الحوثيين. حتى الآن بيان ممثل المقيم يتحدث عن أطراف متنازعة، عن جماعات مسلحة في الميدان، وهذه مؤامرة وتواطؤ، أي أنك لا تريد أن تعترف بالانقلابيين. وبحاح إذا عاد بهدف أنه يقلص الجغرافيا بما يحصر الانقلابيين في مجال جغرافي، يصبح ليس بحاجة إلى مجلس الأمن ولا بحاجة إلى أن نشكل ضغط على دول الخليج أنها تقصف اليمنيين. هناك سلطة شرعية مسيطرة على 90% من الجغرافيا، وهناك جماعة انقلابية، وهناك دستور وقوانين، على هؤلاء أن يخضعوا لهذا القانون. وبالتالي الوجود الحكومة من خلال رؤية، بمعنى أنك تجعل الخصم، وأتمنى ألا يجمعهم في صعدة، أتمنى ألا يجمعهم في صعدة، بمعنى أنك تصبح 80% 85% حقيقة على المستوى المؤسسات، على مستوى حشد الجماهير، لا تترك الجماهير بين يتحدثون عن انفصال، يتحدثون عن وحدة، يتحدثون عن رؤية نحن مشتتين لا يوجد لديهم. ينبغي أن يكون هناك وزارة أعلام تعمل على ما يسمى، شوفي الدولة، يقول إدوارد سعيد، الدولة فكرة تصور نصنعه نحن. طيب دكتور، سأعود لك عند هذه النقطة، ولكن اسمح لنا أن تكون معنا أيضا الناشطة الحقوقية إشراق المقطري. مساء الخير إشراق. قطع الاتصال، سنحاول التواصل بك مرة أخرى إشراق، المعذرة. كنت تتحدث دكتور عن الدولة الفكرة. عندما نحن نريد أن نجعل الجماهير منتمية إلى هذه الفكرة، كل التحولات عندما يحدث تحول في أي مجتمع من المجتمعات، تأتي لدى الجماهير رغبة للانتماء إلى هذا التحول، وبالتالي هناك استعدادات نفسية واجتماعية وسياسية للانتماء إلى هذا المتغير. إذا هذا المتغير لم يستطيع استيعاب الجماعات وتوسيع مشاركته، سيتم هناك نكوص، وهذا ستلاحظين بعد الوحدة، أثناء الوحدة كان الناس كلهم مع الوحدة، الناس مستعدين ضحوا في الوظائف، هذا قبل نائب رئيس، نقلوا صنعاء، المهم هناك هدف تحقق. هذه الوحدة كانت نكسة مع مخلوع صالح لأنه أراد أن يلتهم الدولة، هنا حدثت إيش؟ نكسة. يصبح واحد يعود إلى مرحلة تسبق حتى مرحلة ما قبل الدولة. بالتالي الآن أنت عندما تدير ما يسمى إدارة الزمن الانتقالي، أنت تدير معركة ما هي سهلة، مش عبد الرب منصور هادي وحده لا يستطيع فعل شيء. عبد الرب منصور هادي عنده ملف محلي، لديه ملف دولي، ملف أمم متحدة، ملف إقليمي، ولديه معركة تنموية. عليك أن توحد، تصطف الجماهير، ما يسمى تعبئة الجماهير، تعبئتها حول هدف. يعني الآن في هذه اللحظة عندما يفرض أن يرفع العلم اليمني، أن يفرض بعض الأغاني والتعبية الوطنية اليمنيين، وبنفس الوقت ليس خطابا كما كان أيام صالح، وحدتي كلام في التلفزيون، لا، ويعمل لي نوع من الإجراءات التي تثبت لي أنه محل ثقة من حيث التعيينات، من حيث توفير الأمن، من حيث عملية الحياة اليومية، لا يترك تعز. الآن طلعت النتيجة العامة بكارثة وطنية في معدلته، لم نسمع تصريحا من الدولة. لكن دكتور عند هذه النقطة، يعني هي باب، أنا قزيت، يعني هي وافقت على وجود هذه الامتحانات، لم يكن لديها اعتراف بالشرعية، صحيح أنه يلعب يقول، يعني على العكس، يعني تمت الانتخاب الامتحانات في كثير من سفارات الدول التي يفترض أن تكون، يعني أنت تدير معركة دبلوماسية بشكل قاصر، تدير معركة. أنا عندي أهم معركة عندي الآن الفراغ الأمني واستعادة ثقة المواطن وتعبيته. يعني إذا كان المواطن لا يثق بعبد ربه ولا يثق بحاح عبد الرب الآن، هناك أنا أتكلم بوضوح لأن لا أهجم عليهم، ولكن أوصل رسائلهم، أنا لا علاقة لي بهم، لكن أقول إذا كان المواطن يحس أن هناك خلل، وأن عبد الرب منصور كل تعييناته لا تمنحني الثقة، وأنه غير قادر على حمايتي، وهذا المخلوع صالح يفعله الآن، وتسمعي وتابعي وسائل الاتصال يقول لك مش قادر يحمي عدن، ونحن نعرف كلنا أن هذه العملية مدروسة، من طيب زلزل نعرفها نحن، لكن المواطن العادي الكهرباء مطفية، ما يسمى حرب في قطع حرب صلة، لا هي استراتيجية حرب إشاعات، هو لديه خبراء عراقيين استفاد منهم. إذا أردت أن تدير معركة، هي معركة الحرب العالمية الثانية والأولى، اللي هي
الإشاعة، اطلع فوق الدباب أقول لك اليوم موضوع مش عارف إيش في مقيل، أوزع الناس المقيل، أعمل ربكة فيش لأنه ما فيش إنترنت. بالتالي يقول لك صالح استعد سلاح ضرب، قصفنا جيزان، دخلنا الرياض، جبنا الكعبة لصنعاء، أنت حر في خيالك. ولكن المواطن بحاجة إلى أن 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 نعطيه ثقة بالسلطة. لذلك طيب دكتور، يعني الآن هي انتفت تقريبا، إذا عادوا واستمروا بالعودة، يعني صفة حكومة المنفى التي يعني كانت لصيقة بهذه الحكومة، هل تتوقع أن تتحسن على الأقل شروط التفاوض وتعزز يعني روح المقاومة لتحرير بقية المناطق؟ إذا كان له طبعا وجودها في الداخل وظهورها كوجود يومي، وجود يومي في الأعلام، وجود يومي في الممارسة، ليس كأشخاص معايشة ما يعيشه أيضا المواطن. لا لا، أيضا لما يكون في معك أجهزة وإدارة ومخطط للإغاثة، مثلا وزارة التخطيط تضع مخططات التربية والتعليم تنشر على الجامعات، المواطن يشهد أن وزير فلان وزير فلان الفريق فلاني يبدأ يحس أنه في دولة. اثنين، لا تكون هذه العودة بفعل الضغوط الخارجية، لأن الضغوط الخارجية يقول لك أنت الآن تلاحظ بالصياغة الأطراف المتصارعة، القوى العسكرية في الميدان، اقرأي البيان المندوب، هذا كلها يعني عبارة عن حقل الغام إذا أنت تستمر. ذلك وجود الحكومة في الداخل، سرعة سيطرتها على الجغرافيا والمؤسسات، بمعنى أنك الآن نجحت في إثبات للغرب أن هؤلاء رفضوا المفاوضات فقط، ولكن إذا أنت اقتنعت لما ذهبت لتسوية أنهم سيدخلون في تسوية فأنت أيضا ارتكب كارثة. نحن نتفاوض معهم من أجل امتصاص الضغط الدولي، لكن لدينا قناعة أن هؤلاء لن يسلموا بالضغط الدولي، هؤلاء لديهم اتفاق واحد فقط. وأنا قلتها من هنا، قلت أن هناك فك ارتباط غير معلن بين الحوثي والمخلوع صالح، والمتفق عليه بينهم الاثنين بقاء الوضع اليمني رخو. ركزي معي كويس، بقاء الوضع اليمني رخو، هذا المتفق. لكن المخلوع يريد خروج آمن، الحوثيين يريدون التسوية. ليش رخو؟ رخو بمعنى أنه لا نستطيع خلال المرحلة الرخوة نقول للحوثيين سلموا السلاح، بيكون طرف من أطراف النزاع يأخذ جزء من الحكومة، حكومة وحدة وطنية كما الآن وضع. أيضا أنبه الآن، هناك كثير من الطروحات الروسية تقول إيجاد مراقبة دولية. إيجاد رقابة دولية يعني أنه الفضاء اليمني قسم مذهبيا ووطنيا، أي أنك عملت يعني مراقبين في حدود تعز عدن، أي أن عملت بين السنة والشيعة حدود، كل هذا مثخن، أي أنك عززت وحافظت على بقاء المخلوع صالح بكل قوته كطرف من أطراف النزاع، والحوثيين كطرف من أطراف النزاع، تشكيل حكومة وطنية يلغي الباقي. لذلك هذا يتناقض مع يعني قرار مجلس الأمن، يتناقض مع ما يسمى يعني الانتقال الديمقراطي أو انتقال السلطة، الذي له من الأدبيات من حيث العدالة الانتقالية، من حيث إخراج كثير من ما يسمى الفاعلين في الحقل السياسي خارج الحقل السياسي، من حيث إحالة الجماعات والكيانات إلى المحاكم الدولية والمحلية. بالتالي نقول للنخب السياسية اليمنية ونقول لكل المجتمع المدني، نحن أمام معركة هكذا كتب لنا. نعم. يعني العربية السعودية ودول التحالف اكتشفت بعد أن دخلت في حرب في سوريا بالإنابة ولم تكن تدرك المخطط الدولي الذي يهدف إلى 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 اختراقها، لم تشعر طيب بأن الهدف خطير. نعود لهذه النقطة، وجد حزب الله. نعود إليها دكتور، ولكن اسمح لنا أن ينضم إلينا الأستاذ راجح بادي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية. مساء الخير أستاذ راجح. مساء النور أستاذ راجح. بداية، كيف ستمارس الحكومة مهامها ومن أين؟ مساء الخير سيدتي الكريمة. الحكومة تمارس مهامها منذ سبتمبر الماضي في عدن، وكانت هناك نية للاستقرار الدائم في عدن كما تعلمون، لكن الحادث الإرهابي الذي استهدف مقر وسكن الحكومة أدى إلى إعادة ترتيب أوراق الحكومة وخاصة أمنيا، فتم نقل عدد من الوزراء إلى محافظات تم تحريرها مثل مأرب، محافظات لا زالت آمنة، مناطق مثل سيئون، سوق قطرة، بقى عدد من الوزراء في عدن، وعودة رئيس الحكومة إضافة إلى عدد من الوزراء المعنيين بالملف السياسي إلى الرياض، إلى أن تحسنت الأوضاع الأمنية الآن في مدينة عدن نتيجة الجهود التي تقوم بها السلطة المحلية في الفترة الأخيرة،
فكان لابد من العودة إلى عدن، ونحن نعلم أنه عدن حتى هذه اللحظة يعني ليست آمنة بشكل كامل. نعم، هذا ما كنت أرد. مواجهة التحديات الأمنية مهما كانت، لذلك تفضل تفضل. لكن لابد من مواجهة التحديات الأمنية مهما كانت التكلفة ومهما كانت صعوبة هذه التحديات. طيب دكتور، عفوا أستاذ راجح، يعني الدكتور عبد الباقي ضيفي هنا في الاستوديو طرح نقطة مهمة بأن هناك حدثت فجوة كبيرة حصلت بخروج الحكومة إلى الرياض. أداء الحكومة ربما لم يرضي المواطن البسيط على مستوى التعيينات التي لا تؤدي إلى تفاؤل حد وصفه. هناك صراعات أيضا داخلية في الحكومة، أيضا لا يوجد عمل حقيقي على الأرض. كيف ستستطيع الحكومة أن تعيد ثقة المواطن بها؟ سيدتي الكريمة، أولا أؤكد أنه لا، الحكومة لم تخرج، كانت هناك وزراء ووزارات تعمل في عدن وفي أكثر من منطقة، وكان فخامة الرئيس متواجد في عدن لمدة 60 يوم لإدارة أجهزة الدولة بما فيها الحكومة داخل مدينة عدن. هناك قصور فعلا، لكن ليس بسبب أداء الحكومة، بسبب صعوبة الأوضاع والتحديات. نحن نتحدث عن حكومة حتى هذه اللحظة لا يوجد لديها في موازنتها، الموازنة العامة للدولة، حتى دولار واحد. نحن نتحدث عن حكومة بدون إمكانيات، نحن نتحدث عن بلد مدمر، بلد يخوض حرب يعني حقيقية فرضت عليه من قبل ميليشيات الحوثي وصالح. نحن نعيش ظروف صعبة، نحن لسنا في أوضاع طبيعية عندما نتحدث عن تقييم الحكومة في ظل أوضاع طبيعية. نحن نواجه تحديات كبيرة وكبيرة جدا، لا يمكن للحكومة ولا يمكن لأي جهة أن تواجه هذه التحديات بمفردها. نحن أمام بلد مدمر، بلد لا يمتلك أي إمكانيات، حكومة لا تمتلك يعني إذن للدولة. لابد من تكاتف نعم أستاذ راجح، تكاتف وتعاضد العالم معنا من أجل أن نقدم شيء للمواطن اليمني. طيب أستاذ راجح، يعني هذه التحديات التي ذكرتها والتي تواجهها الحكومة، وهناك ملفات كبيرة ومشاريع يعني قادمة، يعني الحكومة تقول أنها ستصب في المقام الأول أعمالها لاستكمال مواصلة أعمال الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار والأمن أيضا، ما هي إمكانية تحقيق نتائج في هذه الملفات؟ أنا كما قلت أتحدث بشفافية، نحن بإمكاناتنا لا نستطيع أن نقدم شيء، ولا تستطيع أي جهة في هذه اللحظة أن تقدم لليمنيين شيء. نحن لا نمتلك إمكانيات مطلقا، نحن ورثنا بلد مدمر، وبلد لا زالت عدد من المحافظات تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وصالح، ونخوض حرب ضروس يعني، ولعل مدينة تعز ومدينة دمت التي تتعرض هذه الأيام لحرب إبادة حقيقية، دليل وشاهد على 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 صعوبة الأوضاع في اليمن. لابد أن يقف معنا العالم لكي نتمكن من إعادة. طيب يعني ألا يكفي وقوف التحالف مع الحكومة بدعمها ماديا وعسكريا ولوجستيا أيضا؟ لم أسمع السؤال. يعني أنت تتحدث أستاذ راجح بأن الحكومة لن تستطيع تقديم أي شيء، ولن تستطيع أن تقدم أي وعود في ظل إمكانياتها الضعيفة، ولكن يعني هناك تساؤل أن نسمع أن التحالف يقوم بدعم الحكومة ماديا واستراتيجيا ولوجستيا أيضا وعسكريا. سيدتي الكريمة، نحن لا نتحدث عن إمكانيات ضعيفة، نحن نتحدث عن إمكانيات منعدمة تماما حتى هذه اللحظة. نحن لازلنا نبحث مع الأشقاء في التحالف اعتماد موازنة للحكومة للدولة للعام 2016 حتى هذه اللحظة، مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، مع الأشقاء في دولة قطر، من أجل أن يتم اعتماد موازنة عامة للدولة تتمكن الدولة والحكومة من أداء مهامها. أما الأخبار التي تنشر في الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي التي لا أساس لها من الصحة، فهذا الكلام غير صحيح مطلقا. نحن لابد أن نصارح شعبنا بحقيقة الأوضاع، نحن لسنا في ظروف طبيعية ولا توجد لدينا إمكانيات. نحن حتى هذه اللحظة أتحدث عن حكومة وعن دولة لا توجد لديها موازنة عامة لعام 2016. هناك مشروع موازنة قدم للأشقاء في التحالف، حتى هذه اللحظة نحن نتفاوض ونتباحث والتواصل والتشاور معهم مستمر من أجل اعتماد هذه الموازنة لكي تتمكن الدولة من أداء مهامها. اما اداء اما يعني التقييمات واطلاق الوعود والاعتماد على الاخبار الكاذبه، هذا غير صحيح.
نحن بلد تخوض حرب، حرب حقيقيه، بلد مدمر. انا كنت اتحدث قبل فتره عن انه التكلفه الاوليه فقط التي تحتاجها اليمن، التكلفه الاوليه لكي تبدا عمليه الاعمار المناطق المحرره التي تم تحديدها حتى هذه اللحظه، وليس كل مناطق اليمن، نحتاج الى قرابه من 30 الى 32 مليار دولار. نحن شاهدنا الدمار في عدن، شاهدنا الدمار الان في تعز، شاهدنا الدمار في لحج، شاهدنا الدمار في ألم تكن من أولويات التحالف أستاذ راجح أن يعيد إعمار ما تم يعني خرابه في هذه الحرب؟ نعم، نحن لدينا خطة للإعمار، لكن نحتاج إمكانيات، نحتاج أن يقف العالم معنا كما وقف معنا العالم في إنقاذ اليمن من الانقلاب الحوثي العفاشي المدعوم من إيران. نحتاج العالم أن يقف نفس الوقفة الجادة لكي نبدأ بإعادة الإعمار. نحن يعني وتحدث دولة نائب الرئيس في مؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي في دبي، كان قامت ميليشيات الحوثي بنعب قرابة 2 مليار ونصف دولار من الاحتياطي الاستراتيجي في البنك المركزي حتى هذه اللحظة. يعني نحن بلد منهار بصريح العبارة وبشكل مبسط، لا داعي للتنظيرات ولتعيش الناس في وهم كبير. نحن بلد مدمر، بلد تخوض حرب طاحنة، دمرت وأكلت الأخضر واليابس. نحن أساسا بلد فقير، لم نكن نمتلك مقومات حقيقية. علي عبد الله صالح طيله 33 عام ترك البلد شبه خرابة، وأتت هذه الحرب قضت على ما كان هناك من مقدرات لدى اليمنيين. الآن نناشد العالم أن يقف معنا لكي نستطيع أن نتمكن من إعادة الإعمار، من إعادة إعمار هذا البلد المطحون بكل بساطة، وبعيدا عن تنظيرات الساسة، وبعيدا عن تنظيرات وإطلاق الوعود الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ راجح عبادي الناطق الرسمي باسم الحكومة اليمنية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. للتعليق حول هذا الموضوع دكتور، اسمح لنا فقط أن نذهب لفاصل قصير ونعود إليكم مشاهدينا الكرام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. منذ بدء الحرب توالت الأحداث المربكة على اليمن، ولا تزال التحركات السياسية منذ 9 أشهر بين تقدم وتأخر. وعدن ليست بعيدة عن كل هذه التحركات، وخاصة بعد عودة الحكومة، حيث ستدار منها كونها العاصمة المؤقتة. مشاهدينا نشاهد معا هذه المادة التي لخصت أبرز الأحداث السياسية التي مرت بها عدن. عودة إليكم مشاهدينا الكرام، ورحب بك مرة أخرى دكتور عبد الباقي. قبل الفاصل كنا نتحدث عن تعليقك حول حديث الأستاذ راجح بادي، وأن هناك ملفات عديدة بانتظار الحكومة وهي لا تملك أي شيء لتقديمه. أولا أشكر الأخ والصديق العزيز راجح بادي على الصراحة وعلى الوضوح في الطرح، ونحن لا ننظر بعيد عنه، نحن معا في نفس القارب، فقط نفكر بصوت عالي معا ونتفهم ما طرحه، ولكن من حقنا أيضا أن نناقش الموضوع بكل يعني أشكاله وهيئاته بشكل واضح وعلني
وأول نقطة أنطلق منها، نحن لا نتفهم كل هذا الوضع نظرا لماذا. يعني أنت الآن حكومة مركزية، نعرف أن أنت تعاني من هذا، لماذا لم يتم إعداد الميزانية 2016 في منتصف 2015 من قبل لجنة خبراء تحدد الأضرار، خاصة وأن لديك تحدي أساسي من قبل المجتمع الدولي اللي هي الأطراف المتنازعة، بمعنى أن إذا جمعت أصدقاء اليمن للدعم فإنهم لن يدعموك كسلطة شرعية، لأنه ليس هناك اعتراف كسلطة شرعية، هناك أطراف متنازعة وهناك جماعات عسكرية في الميدان، وبالتالي سندخل في المخطط الدولي وكيف لك أن تدير. وعليك أن تقنع دول التحالف أنه بدعمك للسلطة الشرعية وبتسليم الميزانية للسلطة الشرعية فإنك تجعل من السلطة الشرعية الطرف الرئيسيا وليس طرف من أطراف النزاع، وإنما هو الطرف الرئيس وصاحب السيادة. وبالتالي هنا المعروفين عن الحكومة اليمنية، فهمت؟ يعني الفكرة هنا تقول أن سندخل في مطب إذا اتجهنا المجتمع الدولي، نحن نتجه دول التحالف لتجعل من هذه السلطة الشرعية هي التي تمتلك التنمية وهي تبادل المبادرة، وبالتالي يعني إيجاد موازنة. نحن اليمنيين نمتاز بماذا؟ يعني عندنا سلبية من السلبيات، أننا لا نستطيع نستوعب حتى المساعدات ونطالب دون ما يكون لدينا خطط. الغرب، المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية وحتى الخليجية ليست بحاجة إلى أننا بحاجة وإنما عندنا ميزان، نحن بحاجة إلى أن نتحول إلى قوة اقتراح، بمعنى أنه لدي اقتراح التالي: التدخل الإغاثي الإنساني يحتاج هكذا، التدخل التخطيطي يحتاج هكذا، عندي بيج مدمر يحتاج هكذا، الخطة عندي ما هو تدخل مرحلي آني اللي هو إسعافي وما هو استراتيجي، ونعمل مؤتمرات. وعلى دول الخليج أن أنا أقولها لدول التحالف هنا، لا هنا خطة، وإقرأوا كل وثائق الممتلكة تتحدث عن أطراف متنازعة، عن جماعات عسكرية، عن كيانات، حتى ندفع بالسلطة الشرعية لتكون اللاعب الرئيس كسلطة شرعية وفقا للمواثيق الدولية. علينا أن نمنحها هذه القدرة على إدارة العملية التنموية. اثنين، أنت حتى الآن تصدمني بهذا الحديث، أنا ليس لديك خطة، ليس لديك مش عارف إيه، هذا خطير على مستوى المواطنين. أنت حكومة خطة، تحدث عن وجود خطة مسؤول، ولكن أنت مسؤول أمامي عدم وجود ميزانية دكتور. نعرف هو الخطة، حتى ما فيش خطة حتى عندهم، يعني أنا متأكد من هذا. يعني لا، هو تحدث عن تقديم مشروع لدول المشروع لا يقدم ببداية شهر 16، يقدم في منتصف 2015 كمشروع. أنت قوة اقتراح، بلد تنهار، أنت تعرف أنه الميزانية تستنزف، أنت تعرف أن الحوثيين سحبوا غطاء الدولار، أنت تعرف أن هناك تدمير، كيف الخطة بديلة لك؟ يعني شوفي، المخلوع صالح سأعطي صدمة للجمهور. عندما جاءت السلطة الشرعية تريد أن توقف وكالة سبا للأنباء، ماذا اكتشفوا؟ لم يستطيعوا إيقافها. لماذا؟ لأنها مكتوبة باسم شخص، لأنه قلت لها الدولة، نحن الدولة نريد نأخذ وكالة سبا، الموقع الإلكتروني اتضح بالوثائق ليست ملك الدولة، هي باسم شخص، بالتالي لا تستطيع أن توقفها، فعملوا وكالة سبا ثانية. يعني هناك احتياطات في هذا، أنت عندك ميزانية الدولة وهناك استنزاف الميزانية، كيف يمكن لك؟ الآن نحن أمام خطة مارشال، يجب الحكومة اللي عندها فكرة نحن جزء من الخليج أو لا. خطة مارشال دكتور يعني لا أنا أقصد أنه عندك نخبة تقول نحن جزء من الخليج العربي أو لا، نحن فيدرالية أو دولة بسيطة، نحن ماذا نريد؟ يعني يكون عندي مخطط في التنمية، الآن عندي يكون عندي رؤية حول التوافق العام. يا أخواننا، أليس هذا كلام مبكر قبل تحرير بقية المناطق؟ عندما يفهم ابن الجنوب وأبناء المناطق الجنوبية أنه لن ينعم بالاستقرار في هذه المرحلة حتى لو أراد فك الارتباط إلا بعد الاستقرار، ونستطيع أن نشرح له ونوصل له المظلمة ونفهمه كيف فكر صالح، وأن الهدف الدولي أنه يريد أن يضع هنا قوات دولية لتصبح عدن، وأنه بالتاريخ اليمني عكس كردستان العراق، كردستان العراق ليس هناك تعبية يمنية لها 30 سنة على الوحدة اليمنية، وهناك تداخل وترابط، ليس بالعملية السهلة الارتباط في هذا التوقيت، لابد من نضج في المسألة من حيث التوقيت، ومن حيث أيضا ما هي مصالحنا بفك الارتباط الآن بعد شوية. بالتالي وضع ميزانية الدولة التنموية الآن أنا شوية يعني لخبط أوراقي راجع صديقي العزيز، لأنه يتحدث عن نحن أمام منعدمة، يعني إمكانيات منعدمة، بالتالي أنت تدير معركة التحالف. لا، أنا قلت لهم قفتلة، قلت لهم يعني ليش دول التحالف بتاع الصحفيين هذا ما يكونش عندنا إعلان ممول في واشنطن بوست في مش عارف وين على الدروع البشرية للصحفيين، لازم يصبح حدث يومي، لازم لما يأخذوا حمدي البكاري أقوم أذكر بالصحفيين، لازم لما يفجروا في دمت أقوم أذكر تفجير البيوت،
لازم يكون عندنا يعني شغل إعلامي، يعني إنه عندي إعلام ممول إذا كان مش قادر فيه توجه غربي بعدم ما يسمى تعميم المظلمة اليمنية بهدف إيجاد تسوية. وأقول لراجح بادي أن هناك هدف خطير يقول دول التحالف أنهم يريدون جميع الأطراف تنهك وتذهب للتسوية وهي غير قادرة على صناعة المستقبل. بمعنى ابن تعز تحت الحصار وضعف الدولة يقبل بالفدرالية. لماذا يريدون ذلك؟ لأنهم يريدون المنطقة تعود إلى ما قبل سكس بيكو، وهي عبارة عن تكون هناك سنة وشيعة وإيران لاعب رئيسي، لأن إيران الآن تقوم بتجميل إسرائيل، وأنا قلتها في إحدى المقابلات، إيران تجمل إسرائيل تدمير، وهذا العنف والقتل الشيعي ننظر لإسرائيل واحد سلام. بالتالي إيران وفقا لماذا الغرب رفع العقوبات في هذا التوقيت؟ رفع في هذا التوقيت يريد إيران أن تكون بديلا لإسرائيل من حيث التهديد، وبالتالي إسرائيل تنعم بهذا، وبالتالي إيران الآن هي العدو الأول للمنطقة العربية قد، وهناك صراعات وهناك دماء وهناك يعني ثأر، وبالتالي سيصبح التسليح والاهتمام والرعب إيراني. هنا إيران أصبحت لديها استراتيجية البقاء، وهي تعلم أنها لن تحارب أمريكا ولن تطلق حتى رصاصة على إسرائيل، هي ستطلق الرصاص على أبناء السنة وعلى أبناء المنطقة الواحدة لتصبح هي وكيل محلي لمكافحة ما يسمى الدواعش الذي الآن كشفت الأوراق. وأنا أقولها من التلفزيون قبل عام قرأنا أو عام ونص أن هناك تنظيم آخر سيتم تنظيم خراسان بعد داعش، وهذا معروف، والآن بدأ الحديث عن هذا التنظيم سيأتي ويكون أفضع من داعش من حيث أعماله، وهو عملية مدروسة. بالتالي نحن عندما نخطط للدولة ونستعيدها، أقول اليمن لو كان انقلاب سياسي ونحن نعيد نستعيد دولة نستعيدها، هذه عملية سهلة. أنت الآن تستعيد دولة وجغرافيا في محيط وطني، في محيط إقليمي، وفي محيط دولي ثنائي، الأمم المتحدة والقوى الكبرى، وبالتالي وأنت الآن في هناك ضغط دولي على بقاء وضعك رخو، بمعنى أنك لا تستطيع أن تقرر المستقبل. بالتالي سنأتي يوم نقول لك نعطي بقوة دولية، والآن هناك طروحات تتحدث عن مقايضة بين سوريا واليمن، إنه ممكن نضحوا باليمن لصالح سوريا لأنها الأخطر على إسرائيل مكان، ويصبح الجماعة الجنوبيين يقبلوا الحل، أصحاب يعني جماعة تعز من الحصار والإنهاك والمنهج يجدوا أنفسهم في هناك قوة دولية، هناك جغرافيا مذهبية، هناك جغرافيا وطنية شمال جنوب، يعني عبارة أنه هذا سيكون محفوظ بالدول الدول الرعاية الدولية، ببعرة هنعيش 10 سنوات تحت الرعاية الدولية وهم يستنزفونا، ويكون الرئيس من الجنوب وخمسة من الشمال 4 من كذا، وبعدين حضرموت تعلن الانفصال، بعدين عدن عليه انفصال، بعدين تعز السي يكون للبراغلة، بعدين يكون صنعاء السي هذي يا أخواننا، يعني يا أخواننا إذا لم الدولة، ما هي يعني أهم الواجبات التي عليها أن تقوم بها حاليا؟ تجميع السلطة ودلالاتها ورمزيتها وتعبئة الجماهير حول المشروع، إيجاد الآن على الخطر حق التنمية، الآن خطر التنموي، إيجاد خطة تنموية مرحلية ووقتية تجعل من اليمن الطرف الرئيس وليس طرف من أطراف النزاع. بمعنى أنا عندما أتحاور مع دول التحالف أقول أن هناك الوثائق الدولية تتحدث عن أطراف نزاع، وأن هناك في طرف آخر يعمل نتائج امتحانات، يصرف ميزانية، يصرف مرتبات، يتلقى التقييرات، كيف لي أن الطرف الآخر هذا مخلوش شرعي؟ أنت الآن أخذت حقه نتائج شرعية، هو ينجح يعين، أنت تقبل شرعي، هو انقلاب، بالتالي كيف لي أن أرجح الطرف هذا الشرعي؟ أنا الآن عندما في فرصة مناسبة، هو طبعا حتى النتيجة هذه سياسية مش وقتها الآن، لكن الدولة لديها كما قلت لك 9 مداخل قصدية، عليها أن لا تتحدث عن هذا الإحباط. دكتور أنا للأسف أنا يعني الوقت انتهى، يؤسفني ذلك، يعني الحديث معك مهم للغاية خاصة النقاط التي تطرحها. شكرا جزيلا لك الأستاذ دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن نلتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.